3, 2, 1. خلي قصتنا تغلي دراما دراما، ماني قادر على الكوميدي يا نيشان. خلي قصتنا تغلي دراما دراما، ماني قادر على الكوميدي يا نيشان. عالجرح لا تحط ملح، رشت كمون واعطيها فوق الرشي عصرة ليمون. خلي قصتنا تغلي دراما دراما، ماني قادر على الكوميدي يا نيشان. تتعلم ليش بتمعنش على الكمون وبتبيع بقشرة ليمون. الله الله قصتنا تغلي دراما دراما، ماني قادر على الكوميدي يا نيشان. قصتنا تغلي دراما دراما، ماني قادر على الكوميدي يا نيشان. كمون وليمون، ها كمون وليمون، ها ما دفع يا شباب؟ أنا دافع. عملوا لي اللي ما حسب. كله دفع، كله دفع معلم. شو هالسفر اللي كله زلمين؟ ليكون منا عاجبينك معلم. عاجبني معلم، عاجبني، أهلا وسهلا. علما يا علما يا عالعين يا أحلى كاسة شاي. الشاي ما بيروي العطش. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا ستار. اوف يا لطيف يا شوف. اوف يا لطيف. شو صار؟ ايه صار معلم؟ لك شو صار؟ انكبت كاس الشاي، حرقتنا حرق. لك السلوى نسل، الله يوفقها سخنه. تعال شوف ايش صار ببنطلوناتنا. خلصنا شباب، روقونا بقى، خلينا عرف نمشي. يلا اتكل على الله، روح حبيبي اتكل على الله. العمى على هالشيء، العمى يا حرق اخت الشاي انتزع نهارنا كله. كاني في ريحه يا شباب. واقف واقف، نزلني حبيبي نزلني، الله يسترك نزلني. وانا انا كمان انزل. ديودوران ديودوران. هذا ايش نوع العطر؟ على اليمين وعلى اليم. بنانا بنانا. أحمد خذ الدواء بإيدي أبي، خذ. لا إله إلا الله محمد رسول الله. شكل جريمة عم تحركوا،
الله يرضى عليك يا ابني. انا شايف قربت. سلامتك يا ابي. سلامتك. الله يسلمك. بس بدي اياك يا ابي تكون قبض غالي. تدير بالك اخواتك وعلى امك وتكون رجال بيت. ايه ليش عم تحكي هيك يا ابي؟ ما بعرف لك ابني. حاس انه الله سبحانه وتعالى رح ياخذ وضعته. ان شاء الله من خلال بكشر يا ابي. مشان هيك لك ابني ما عم بقدر احكي. مشان هيك لك ابني بدي منك طلب. بس موت تخبر الناس واهل الحاره انه ابي مات بالايدز. اخ جري ايدز؟ ليش هيك عم تحكي يا ابي؟ بس انت ما معك هذا المرض. دخيل الله اجري ما عم تحركوا يا ناس. بلا يا ابن بلا. انا بدي منك الخدمه. تعرف ليش؟ ليش يا ابي؟ عم اسمع كلمه. مشان بس موت. اجري دخل الله. ما بدي حدا يجوز امك بعدي. شو عم تحكي يا ابي؟ مثل ما عمل لك يا ابي. يا ابي يا ابي يا ابي الحسن والجمال. مين ست الحسن والجمال؟ أم بريس مرتك. ايه مرتي أم بريس. جوا عم تحفر كوسة. تفضلي. لك انا هيك عم تحكي عني؟ انا هيك عم تقول عني؟ ويا لعيونها. خير شوفي شو قالت عنك مرتي. انا الجمعة الماضية بتقول عني اني بشبه وحيد القرن. يا لطيف مرتي قالت عنك الاسبوع الماضي انك انت بتشبهي وحيد القرن. ايه عدم المؤاخذة ليش يعني حميان قصك وجاي لعند مرتي من 44 لحتى هلأ تقولي لها انه انت بتشبهي وحيد القرن؟ ليش؟ لانه هلأ لحتى شفته. يا لطيف لمين؟ لوحيد القرن. وينه؟ بالتلفزيون. اعوذ بالله. شكرا. شو يا دولي؟ يا بنتي يا سعدية ابن المعلم ترك البت ليه؟ وتركها ليه؟ قال ايه يا اختي ما بتعرفش تتكلم عن انجليزي. وبتقول ايه؟ امال ايه يا اختي؟ وانت يا سعدية تعرفي تتكلمي عن انجليزي؟ امال ايه؟ داني كل يوم الجده بقعد بقرا انجليزي. واني برضو بعرف اتكلم عن انجليزي علي العال. ده وانت تعلمتي الانجليزي كيف وفين؟ وحتعلم انجليزي فين يعني؟ من الافلام الاجنبية طبعا. مدامك ده يا فلة قولي لي ايش معنى كلمة كلب في الانجليزي؟ كلب كلبي كلب في الانجليزي لقيتها دوغ. يا صلاة النبي احسن. بقول لك يا فلة مدامك كده شاطرة في الانجليزي حطي لي دوغ في جملة مفيدة. دوغ في جملة مفيدة. دوغ 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 يا مزيكا. الله يا اختي. دوغ 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 يا مزيكا. دوغ 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 يا مزيكا. شفتي يا سعدية بعرف اتكلم انجليزي ازاي؟ دوغ يا مزيكا دوغ. باي صف ابنك؟ دودي والصف الخامس. اذا سجلته عنا راح اشوف فرق كتير كتير كبير وراح يرتفع مستوى ابنك لفوق لفوق. يا استاذ نحن افضل مدرسه خاصه بالبلد. اكيد هذا الكلام من شان هيك بدي سجل دودي عندكم. وصدقني ما راح تخسر وراح تكون فرحان وتدعي لنا لانه مدرستنا بتعتمد على النظام المونتسوري. واللغات اللي عنا عد على ايدك عربي انجليش فرانس بالاضافه الى الجرماني والروتش والصيني.
رح تدعي لنا كثير يا استاذ. بدي اسالك يعني انت قديش كنت تاخذ قسط مني؟ يعني نحن عادة يعني انا ما بدي اخذ القصص هي كلها، عفوا استاذ، بس كرمالك رح اقول لك يعني نحن لطالب بالصف الخامس بناخذ 250 الف ليره عن السنه كلها و10000 ليره للباص. معناها هي 10000 وسجل لي اياها بالباص. قلت لي بصف الخامس. طوط ما فهمت عليك. الحرامي بده يموت. ايوه شو بدك منه؟ شيلي على حب الله. على حب الله بيسأل بصورة. ايوه شو هو؟ انه انا صلي 15 سنة كل ما فوت مرة على البيت مرتي بتفز وبتعيش عليها. هو كيف فات أجر البيت كله ومرتي ما حسيت. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا، كيف فيني ساعد حضرتك؟ بدي غرفة لليلة وحدة. تكرم عيونك مسيو، أحلى غرفة بالأوتيل رح تكون لحضرتك. شو هالصوت هذا؟ هاد ساعة وبيخلص، عم نعمل صرف صحي جديد للأوتيل. أي حاكم، أنا بحب الهدوء والله. تكرم عيونك، شوي بخلصوا. شو الخدمات اللي بتحب أقدم لك إياها بالليلة رح تقضيها عنا؟ خدمات؟ خدمات شو؟ مثلا رح تتغدى عنا؟ أكيد رح أتغدى عندك، أكيد. بتحب تتغدى لوحدك ولا مع القطة؟ شو هي مع القطة؟ لا أكيد لوحدي. أوكي. طب بعد الغداء بتحب تشرب شاي مع القطة ولا لوحدك؟ لا بحب اشرب شاي لوحدي كمان. وبعد الظهر بتحب تنزل على البسين؟ اي والله انا بحب السباحة كثير، بدي اتسبح. طب بتحب القطة تنزل معك على البسين؟ لك انا ما بحب السباحة ولا بدي اتسبح ولا بدي انزل على البسين. القطة على المسبح، شو هالحكي هذا؟ طب بتحب الليل تسهر؟ لا ما والله روح البي السهر، انا بحب السهر كثير انا. طب بتحب القطة تسهر معك؟ لك لا ما بدي اسهر، اصلا انا بحب نام بكير. طيب اوكي،
معناتها أكيد بتحب القطة تنام معك. نام معي؟ لك أشو قالوا لك عني هارون ولا الدنيا شباط لسه القطة القطة؟ أعطيني مفتاح الغرفة خليني أروح عند فايس. كثير آسفة مسيوس، أنا لازم أعرض عليك خدمات الأوتيل اللي عندنا. شو هالخدمات هاي اللي كلها قطة بقطة القطة والقطة؟ ليكي لبقى أجيب لي شنطة القطة، أنا بتنكرت من القطة. أنا بعتذر مسيو. بعتي لي شي حدا ياخذ الشنطة. أوكي يعطيك العافية. أهلين. لك ميت أهلين. لك شو تركتي للأمر يا أمار؟ عفوا مسيو، أنا ماني أمر، أنا القطة. مين أنت؟ القطة. أنت القطة؟ أنت تبع البيسي؟ أنت تبع الغداء؟ أنت تبع اللي بدو يشرب ماي شركة؟ وانت تبع السارة؟ انت كل هدار؟ عفوا مسيو، عم تسأل انا مين؟ انت مين؟ لك انا الجحش. عفوا؟ انا الجحش. عفوا مسيو، لا تقول عن حالك هيك. صدقيني انا الجحش. يوفني في جحش. لك قتل لي القطة عم بيسي. لك انزل مع القطة تسبب. لك اشرب شاي مع القطة. لك اتغدى مع القطة. لك نام مع القطة. الله يوفني في جحش. الله يوفني في جحش. تفضلي يا عمي، تفضلي. اهلا وسهلا. شكرا يا عمي. اهلا وسهلا، تعي كل يوم. ايش هاد يا ابو صخر؟ فيها صرصور. ها؟ شو صرصور؟ ما صرصور، شو بتقولي انت؟ شوف يا ابو صخر، هذا صرصور؟ الله يسامحك، وهي فخدة صرصور هاي. واحد هاي؟ هاي فخدة صرصورك يا عمي. والله لا اشتكي عليك يا ابو صخر. ليش اشتكي عليك يا عمي؟ هاي عندنا مسابقة لإحنا. مسابقة؟ ها مسابقة. هاي فخدة، اجمعي 4 فخاد طبقيهم على صرصور وبتاخذي 5 كياس مشار. ايش بتقول يا ابو صخر؟ حول الله. طيروا فركعي يا صرصار، طيروا فركعي يا صرصار، يصير احلى ما صار. الله يسهل عليك يابا. الله لا كان جاب الغراب ان شاء الله. شو مالك ولا انت وياه؟ بسألكن لوين؟ تقولوا لي عند الحكيم. بسألكن من وين؟ بتقولوا لي من عند الحكيم. لشو؟ بس فهموني، بس فهموني، لشو بتضلكن رايحين عند هالحكمة؟ مش عم بفهم. الحكيم شو بيقلكن؟ بيقلكن بدي تحليل، بيعطيكن حبة هالدواء. شو بتفيدكن؟ يا ما قلتلكن الدواء بالأعشاب، يا ما خبرتكن انه في عشبة بتشفي. 30 سنة وأنا بقلكن الداو بالأعشاب. عالحكمة رايحين جايين، شو بدكن فيهم؟ عم ياخدوا مصرياتكن، عم يسحبوا دمكن ودولاراتكن.
دشروا ما بقى تروحوا لعن الأعشاب لإلكم. شو بدكم؟ غصن زيتون تحطوا بتمكن؟ كثير مهم تداووا فيه. الحكيم بياخذ لكم مصرياتكم. الحكيم بيقلكم عملوا تحليل تيسحب منكم دولارات. خبرت للشيخ رولا مرته للشيخ رياح قلت له العشبة من عندي. اسألوا خبريون يا رولا خبريون يا شيخ رولا خبريون قديش انت كريم والشيخ رياح كريم. هدوني هدو هيدا مرصع بالألماس واللولو كله من خيطان الدهب. كرمة كتير كرمة يخلي لنا ياك يا شيخ رياح. بس قلن عن الدواء اللي أنا قلتلك يا شلون سوبك حديد وصار عندك ولاد كتير. هيدا هو الأعشاب اللي بتشفي. هالحكمة مش عم تعمل شي بس تتسحب منكم مصاري. رح قلكن شي تاني الشيخ رولا ما ناقصة شي ناقصة شغلة واحدة بس الأعشاب. يا رولا خليكي على الورق الأخضر دايما هيدا الورق اللي بفيدك. كل شي خضار كلي شو ما تشوفي أخضر كلي أبدا أي شي. ما تقولي لي بفكروني بقر عم باكل عشب أبدا. خليكي عم تاكلي الورق الأخضر هيدا الأحسن لإلك خاطرك. وينو جورج تأخرت على الدكتور يا عمي ارتفع ضغطي جيبولي هالتحليل وهالحبة تبع تحت لسان. لك يلا يا جورج بدي روح على الدكتور يا جورج. يلا ستنا يلا. ايني انا اخ خلي قصتنا تغلي دراما دراما ماني قادر عالكوميدي يا نيشان. خلي قصتنا تغلي دراما دراما ماني قادر عالكوميدي يا نيشان. عالجرح لا تحط ملح رشة كمون واعطيها فوق الرشي عصرة ليمون. خلي قصتنا تغلي دراما دراما كمون وليمون. ها كمون وليمون.